عاجل جدا. خبير يكشف عن خطوة إثيوبيا القادمة في سد النهضة ويدعو مصر والسودان للمواجهة. ومسؤول مصري سابق ينشر مفاجأة يكشف تفاصيل إذاعة بيان تنحي مبارك من مسبيرو. ولماذا تحفر مصر أنفاقا عملاقة أسفل قناة السويس؟ ننشر ليكم التفاصيل. وعاجل تفاصيل أسباب احتمال تعرض سد النهضة للانهيار. ومصر ترد على تصريحات أردوغان التي يطالب فيها بوتين بطلب غريب. ووفاة مذيعة مصرية كبيرة، ننشر التفاصيل. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل ل 1000 لايك أو أعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتو وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا وعاجل جدا. خبير يكشف عن خطوة إثيوبيا القادمة في سد النهضة ويدعو مصر والسودان للمواجهة. قال خبير التفاوض الدولي السوداني والعضو المستقيل باللجنة الفنية الأولى لسد النهضة أحمد المفتي إن الموقف الإثيوبي الحالي تجاه السد واستمرار بنائه يعني مواصلة الملء الأحادي للسد. وأضاف المفتي على فيسبوك أنه لا بد من توافق السودان ومصر على موقف موحد لمجابهة الموقف الإثيوبي. أشار إلى أنه من الواقع أن تواصل إثيوبيا التشييد فورا حصار المياه عن مواقع البناء. وتابع إثيوبيا تدعي أن التشييد يعطيها الحق في الملء الأحادي، مدعية أنه لا معنى لتشييد سد لا يعقبه ملء. وتساءل ماذا أعد كل من السودان ومصر لمجابهة ذلك الموقف. إن لم يكون قد أعد أي موقف فإننا نحثهما على أن يبدأوا فورا في التوافق على موقف موحد قبل أن تبدأ إثيوبيا في مواصلة التشييد. مصدر معانا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. خبير التفاوض الدولي السوداني والعضو المستقيل باللجنة الفنية الأولى سد النهضة يقول يجب على مصر والسودان أن يتوافقوا ويعملوا مع بعضهم البعض لمجابهة إثيوبيا وحل هذه القضية. أعتقد يعني من معنى كلامه حل هذه القضية بأي طريقة. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. انتقل مع بعض الخبر آخر. ومسؤول مصري بينشر مفاجأة يكشف تفاصيل إذاعة بيان تنحي مبارك من مسبيرو. كشف اللواء إسماعيل عثمان مدير الشؤون المعنوية الأسبق تفاصيل إذاعة بيان تنحي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك من مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري مسبيرو. وقال اللواء إن المشير الراحل محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري الأسبق أمر بإذاعة بيان تنحي مبارك في توقيت محدد. وأضاف إني سبت العربية بتاعتي ومشيت لمسبيرو على رجلي ودخلت المبنى بصفتي الشخصية وقابلت عبد اللطيف المنياوي المسؤول عن الأخبار وكنت أحمل معي شريط تنحي مبارك ولم يكن أحد في مسبيرو يعلم طبيعة مهمتي بإذاعة بيان التنحي. وأوضح إن المشير طنطاوي كان له دور خيري تجاه المجتمع، أكد أنه كان يساعد أي شخص يحتاج إلى المساعدة من أفراد الجيش المصري مهما كان رتبته، وهو حافظ على مصر والجيش المصري. ولفت إلى أن الهجوم على سفارة الكيان الصهيوني كان من أصعب المواقف التي واجهناها بعد ثورة يناير 2011، مشيرا إلى أن سرية صاعقة قامت بإخلاء موظفي سفارة الكيان الصهيوني أثناء الأزمة. والمشير طنطاوي حذر من إصابة أي مواطن مصري أثناء أزمة السفارة. المصدر معانا كان من صدى البلد المصري. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر. ولماذا تحفر مصر أنفاقا عملاقة أسفل قناة السويس؟ وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ يومين نفق الشهيد أحمد حمدي 2 بمدينة السويس والذي يقع أسفل قناة السويس ضمن مجموعة من الأنفاق افتتحتها مصر مؤخرا. وجاء هذا النفق في إطار خطة الدولة لتنمية محور قناة السويس التي تربط قارة إفريقيا وآسيا وأوروبا، والتي بدأت بإنشاء قناة السويس الجديدة ومرورا بحفر 5 أنفاق جديدة أسفل القناة
إلى جانب نفق الشهيد أحمد حمدي واحد الذي تم افتتاحه عام 81. وذكرت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات عن تفاصيل الجدوى الاقتصادية والأمنية والتنموية لهذا المشروع العملاق، والتي أكدت أنه تمثل هذه الأنفاق في تعزيز العمق الاستراتيجي لمصر. فنجد أنفاق شرق بورسعيد التي تصل إلى شمال سيناء تربط رفح شرقا بالسلوم غربا عبر الطريق الدولي الساحلي، وهو ما يضمن الربط بين المحافظات والموانئ والمطارات المصرية مثل منفذ السلوم البري وميناء جرجوب ومطاري العلمين وبرج العرب وميناء أي العريش وشرق بورسعيد البحريين ومزرعة غليون ومدينة الأثاث بدمياط. إما عن أنفاق الإسماعيلية التي تصل لوسط سيناء، فإنها تربط مدينتي السلوم وجرجوب الحدوديتين بالعوجة من خلال محور الضبع والطريق الدائري الإقليمي وطريق الإسماعيلية. إما عن نفق الشهيد أحمد حمدي 2، فإنه يربط الحدود الغربية والقاهرة والمدن السياحية مثل شرم الشيخ ومنها إلى الأردن والسعودية، وبناء على ذلك أن هذا الربط الجغرافي بباقي الجمهورية وخلق شبكة من الطرق والمحاور التي تربط محور القناة بالمشروعات الجديدة الأخرى لا يساعد على تعظيم الاستفادة الاقتصادية نتيجة لنقل الأفراد والبضائع فحسب، بل أنه يساعد على تعزيز التواجد الأمني نتيجة للتوسع العمراني. المصدر معانا كامل اليوم السابع وآرتي، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل، تفاصيل أسباب احتمال تعرض سد النهضة للانهيار. وعلق خبير المياه المصري عباس شراقي على دراسة علمية حديثة حذرت من مخاطر انهيار سد النهضة موضحا المخاطر الجيولوجية التي تحيط بالسد، وقال إنه نشرت مؤخرا دراسة أعدها فريق بحثي تحذر من هبوط في منطقة سد النهضة، حيث سبق التأكيد على المخاطر الجيولوجية في الهضبة الإثيوبية عامة ومنطقة سد النهضة بصفة خاصة من خلال عدة دراسات نشرت بجامعة القاهرة وعين شمس ودار النشر العالمية سبرينجر بدءا من 2010، وعندما كانت إثيوبيا تفتتح مشروع تانابيريس، ومن قبله سد تاكيزي 2009 الذي حدث فيه انهيار جزئي سنة 2007 وراح ضحيته 47 عاملا منهم 3 من الشركة الصينية التي كانت تنفذ المشروع. وتابع كما حدثت 3 انهيارات في مشروع GB2 على نهر أومو، منها مرتان أثناء البناء والثالثة بعد الافتتاح بعشرة أيام في يناير 2010. وتكمن المخاطر الجيولوجية في تغيير سعة الغزام من 11.1 مليار متر مكعب كما جاء في الدراسات الأمريكية إلى 74 مليار متر مكعب. وأضاف كما أن سد النهضة يبعد حوالي 500 كيلو متر فقط عن أكبر فالق على سطح الأرض وهو الأخدود الإفريقي العظيم، بالإضافة إلى أن صخور منطقة سد النهضة جرنياتية ومتحولة شديدة التحلل والتشقق. وأشار إلى أن تسرب المياه داخل التشققات المتصلة يزيد من النشاط الزلزالي، بالإضافة إلى تدفق مياه النيل الأزرق من قمم الجبال البركانية البازلتية محملة بكميات كبيرة من الطمي يهدد المشروعات المائية. ولفت أن إثيوبيا تحتل المرتبة الأولى عالميا في شدة انجراف التربة، بالإضافة إلى أن مياه النيل الأزرق تجري في انحدارات شديدة من 1800 متر عند بحيرة تانا إلى 500 متر عند سد النهضة، وتصب المياه بغزارة في فترة يوليو وأغسطس وسبتمبر، ويصل متوسط الصرف اليومي في أغسطس إلى 600 مليون متر مكعب مما يشكل فيضانات كبيرة. لفت شراقي إلى أنه لا توجد أراضي مسطحة حول سد النهضة أو البحيرة للزراعة المروية، وأن السد المكمل ركامي وطوله 5 كيلومتر ومقوس بحيث أن جهة مقعرة في اتجاه البحيرة مما يسبب ضعفه، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة الانزلاقات الأرضية وتساقط الصخور بفعل التشققات والأمطار الغزيرة وقوة اندفاع المياه والفيضانات الطمية. وفي الختام أشار الخبير المصري بشكل خاص إلى أن إثيوبيا أكثر الدول الإفريقية من حيث النشاط الزلزالي، حيث شهدت 8 زلزالات في السنوات الخمس الأخيرة تراوحت شدتها بين 5.2 درجة على مقياس ريختر. المصدر معانا كان من RT، أترك لحضراتكم التعليق
على هذا الخبر الهام والعاجل. انتقل مع بعض الخبر آخر، ومصر ترد على تصريحات أردوغان التي يطالب فيها بوتين بطلب غريب. قبل أقل من أسبوع، على لقاء مرتقب مع الرئيس بوتين، اعتبر الرئيس التركي أردوغان أن حكومة دمشق تشكل خطرا على تركيا، مبديا أمله في أن تغير روسيا نهجها تجاه الملف السوري. تصريحات أردوغان اعتبرها محللون ومراقبون هجومية لا تأخذ في الاعتبار المعادلات الجديدة على الأرض السورية والمنطقة العربية عموما. وفي هذا الأمر أكد اللواء تامر الشهاوي عضو مجلس النواب ولجنة الدفاع والأمن القومي المصري السابق أن الأزمة السورية اتخذت منعطفا حاد. الشهاوي قال في تصريح لآر تي: تدرك تركيا جيدا أن التدخل العسكري الروسي في سوريا أنتج معادلة جديدة على الأرض غيرت من موازين القوى لصالح دمشق، وعليه باتت ترى أن اللعب مع الروس من زاوية القوى قد يكلفها غاليا، وذلك أن موسكو مستاء من التحركات التركية في أوكرانيا وجورجيا وأذربيجان، خاصة أوكرانيا التي أعلنت تركيا مرارا دعمها لها وتأكيدها عدم الموافقة على ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، ما يشكل حساسية تاريخية خاصة لروسيا. وأكد أن هذا الاختلاف في الاستراتيجيات يؤكد من جهة محدودية التفاهمات التركية الروسية بشأن الأزمة السورية، إذ إنها تبدو تفاهمات مؤقتة مرحلية، ومن جهة ثانية يؤكد حقيقة أن التقارب الحاصل بين البلدين لا يضع علاقاتهما في موقف التحالف الاستراتيجي، وإنما هو أقرب إلى التكتيكي الذي فرضته جملة من الظروف المتعلقة بتطورات الأزمة السورية وبتوتر العلاقات التركية مع الغرب. ومن هنا باتت التفاهمات التركية الروسية عموما وبشأن سوريا على وجه الخصوص أمام لحظة مفصلية جديدة. المصدر معانا كان من RT، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض لخبر يعني حزين أخير معانا، ووفاة مذيعة مصرية كبيرة، وأعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة المذيعة المعتزلة عزة الحناوي، ونشرت صورة لها قبل وفاتها وهي ترتدي الحجاب. وظهرت مذيعة ماسبيرو الراحلة عزة الحناوي وهي ترتدي الحجاب، وبجوارها مصممة الأزياء إيمان نشرتي التي علقت قائلة: يا الله على وجع القلب، كنت نعم الراشد والأخت والصديقة الوفية في رحاب ربنا في ميزان حسناتك. عزة الحناوي: هتوحشينا حبيبتي، إنا لله وإنا إليه راجعون. وشيعت الراحلة الحناوي أمس الجمعة بعد صلاة المغرب من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس. مصدر معانا كان من RT وصدى البلد، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ربنا يرحمها يا رب ويغفر لها بإذن الله. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم. كان معكم إسلام الأمير وأبنوك خلفاوي المسؤول عن المونتاج، تحية طيبة ليه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.